أتاحت هيئة الأزياء في السعودية متمثلة بوزارة الثقافة الفرصة للشباب السعودي لإظهار إبداعهم وأفكارهم في مجال الأزياء، ولعل هذه الفرصة فتحت الكثير من الآفاق ليبرز أبناء وبنات الوطن ذوقهم المختلف وبصمتهم الإبداعية الراقية لينسجوا فناً من حضارة الماضي وإبداع الحاضر، عبروا عنها في كثير من الفعاليات والمحافل السعودية. وفي أول احتفال بيوم التأسيس السعودي أطلقت هيئة الأزياء شعار لبسنا يوم بدينا، الذي أوضحت فيه الزي السعودي التقليدي لكل منطقة في المملكة، ولاقى هذا الشعار تفاعلاً ورواجاً كبيراً بين فئة الشباب الذين أبدعوا في اختيارهم للأزياء التراثية، وكان كأس السعودية محط أنظار العالم لما يشهده من تميز وعراقة الزي السعودي التقليدي الذي أبدع في ارتدائه رواد هذا السباق، وأصبح كأس السعودية حدثاً ثقافياً تراثياً سعودي يترقبه خبراء الأزياء والموضة في العالم. وبرز في هذا السباق اسم المصممة السعودية هنيدة الصيرفي، التي كان لها بصمة واضحة في أزياء الحضور الذين تألقوا بتصاميمها، وتم اختيار هنيدة كممثلة مصممي الأزياء في المملكة. وتواصل السعوديات إبداعهن لتنسج أروى العماري تميزاً وتألقاً واضحاً في أعمالها، لتحصل على جائزة الأزياء في دورتها الأولى من الجوائز الثقافية الوطنية، إضافة لحصولها على الجائزة العالمية EMI غالا لعام 2022. وبعد نجاح النسخة الأولى من معرض 100 براند سعودي في العاصمة الرياض، نظمت هيئة الأزياء المعرض في مدينة نيويورك الأمريكية لتتيح الفرصة أمام 100 مصمم ومصممة سعوديين لعرض مجموعة تصاميم إبداعية عصرية بطابع تراثي تقليدي يبرز الهوية السعودية للعالم.